أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن قالوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مثل الذين أهملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رعوا تجارة أو لهوا انفزوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللحم ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.